اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زينب؟ اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. امال فين اختك الثالثه؟ اسمها على ما اظن تقصدي ريتال. ايوه ريتال. كويس. قلبي عندكم، تفضلوا. لا متشكرين، ربنا يخليكي. متشكرين ده ايه؟ والله العظيم لازم تدخلي. لا خليها مره تانية، اصل احنا بنتمشى يعني بنشوف البلد، ده عمرنا ما جينا قبل كده. طب تعالوا نشرب الشاي وانا هوريكم البلد من شرقها لغربها. تعالوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اقول ايه، البيت نور والله. ربنا يخليكي، منور باهله. شكرا. اهلا اهلا، والله العظيم البيت نور. اقول ايه، زرنا النبي. تفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله، ما تقعدوا مكسوفين ولا ايه؟ تشربوا ايه؟ عندي كل حاجة تخطر في بالكم. لا خالص، ملوش لزوم، ما تتعبيش نفسك. نسكافيه صح؟ يا ريت. ولا اقول لك، انا هعمل لك قهوة، انا عندي بن، انما ايه ما تقوليش لعدوك عليه، وانا احسن واحدة تعمل قهوة في مصر كلها. لا خلاص بقى، يعني لو على قهوة يبقى اشرب معاكوا فنجان قهوة. بصراحة الواحد ما شربش ولا فنجان عليه القيمة من ساعة ما جه. ايوه كده، قولي على نفسك فيه. تعرفوا انا مبسوطة قوي عشان شفتكم. احنا لازم نبقوا صحاب ولازم نتكلم. طبعا اكيد. احنا ما نعرفوش بعض، بس يعني بحسابات صغيرة كده ممكن نطلعوا قرايب. قرايب؟ ايوه. امال ايه، اصل البلد هنا كلها مشبكة ببعضها، واحدة هنا 5 بطون وكل بطن منفذ على الثاني، يعني تلاقيهم قرايب عدايل، ده متجوز من دي قديه يعني. طب واحنا بقى قرايب من اني ناحية؟ من ناحية امك، ستها الكبيرة اللي هي امها تبقى جدة امي. طب والله برافو عليكي، دي عارفة تسلسل العيلة من ناحية الام. ايوه امال ايه، والاب كمان، هو الواحد ينسى اصله ولا ايه؟ ما شاء الله بيتك جميل. وانت جميلة. اهلا اهلا. تفضل. شكرا. قولي لي رأيك. لا تسلم ايدك. حلوة قوي يا بنت اللذينة. اصل عندنا هنا بنقول ان الست تتعرف من قهوتها. وهو انت بقى متجوزه؟ كنت متطلقه. مش قصدي ايه. لا ارمله. هو انت عايشه لوحدك ولا ايه؟ ليه انت ما خلفتيش؟ شفت. سيبيها تقول براحتها، انا ما بزعلش من الحاجات دي. لا ما خلفتش. أنا آسفة، معلش، حقك عليا. أصل شاهد كده طول عمرها بتفضل ترمي كلام زي الدبش، ما بتبقاش عارفة هي بتقول إيه. وأنتوا؟ لا إحنا ما اتجوزناش قبل كده ولا متجوزين. أحسن. ليه؟ هو الجواز وحش قوي كده؟ ومن قالك ده؟ الفراق هو العفش. لما تعيشي مع حد وتقربي منه ويبقى أنت وهو نفس واحد ويروح منك، بتحسي ان الدنيا دي عبارة عن اوضة ظلمة، مهما دخلها نور شمس ما تنورش. هو انتي كنتي بتحبيه؟ لا، الحكاية دي عايزة قاعدة وسهراية، احنا نقوم نفرجك على البلد. يلا. دقيقة واحدة بس. الست دي مش مريحة خالص. ليه بس كده؟ معرفش، قلبي كده مرتاحلهاش، وعمالة تبص لنا زي ما يكون عمرها ما شافت بني آدمين قبل كده ولا إيه؟ لا عادي، هما كده هنا علشان بس إحنا من القاهرة، بيبقوا دايماً متخيلين إن إحنا من كوكب تاني مثلاً. لا مش مريحة برضو.